أهلا بك مرة أخرى أستاذة زعفران. كما تابعنا هذا التقرير عن أعداد النازحين والتي توضح ارتفاع كبير جدا خلال يناير الجاري بحوالي 8500 شخص، برأيك على ماذا يؤشر هذا الارتفاع؟ يدل هذا الارتفاع طبعا يؤشر على أن هنالك عنف مجتمعي، عنف شديد جدا موجه نحو المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها هذه الميليشيات. هنالك مصادرة للممتلكات، مداهمة للبيوت، تضييق عليهم، سلسلة من التعليمات والتوجيهات والقرارات التي تصدرها هذه الميليشيات تخنق المواطنين والموظف والمرأة والطفل. قيد، يعني تخيل أن الجبايات وصلت حتى إلى المدرسة، عند الطالب في المدرسة تكون هنالك جبايات من قبل ميليشيات الحوثية، يعني هنالك جبايات تطارد الصغير والكبير. هنالك لعلكم شاهدتم يعني مدونة السلوك الوظيفي التي هي مدونة استعباد، يعني سلسلة من الإجراءات تقوم بها هذه الجماعة، ولا يعني في المقابل لم تلتزم للمواطنين ولا بأي شيء حتى من فرص المعيشة. بالعكس، يعني هؤلاء الناس المطحونين فرضت عليهم الخمس والجبايات وضيقت عليهم في مشاريعهم. يعني طيب أستاذة زعفران، يعني بالنسبة للمحتاجين أو للنازحين، احتياجات النازحين، من حيث احتياجات النازحين وخاصة في ظل فصل الشتاء، كيف تتابعون ذلك مع الجهات الدولية المعنية حتى تلبي احتياجات هؤلاء النازحين؟ الاحتياجات اصلا تكمن اولا في الاحتياجات المبقيه على الحياه من سكن وماء، للمأوى والماء والاكل والخدمات الصحيه او الرعايه الصحيه وايضا الحمايه. هنالك للاسف يعني قصور كبير جدا في اداء كثير من المنظمات سواء كانت محليه التي استطاعت ان تحصل على تمويلات، وايضا قصور كبير جدا من المنظمات الدولية التي تحصل على المعونات من المانحين، يعني ملايين الدولارات ولكن لا نجدها أبدا تنفذ أي مشاريع داخل هذه المحافظات. على سبيل المثال، يعني محافظة مأرب فيها أكثر من 2 مليون نازح، يعني نجد الدور الذي تقوم به المنظمة دور يعني لا يتعدى 1% أو 2% من الخدمات أو الاحتياجات الحقيقية. طبعا إلى جانب الاحتياجات في التعليم، وهذه طبعا هنالك قصور أيضا كبير جدا، ازدحام كبير، خدمات منعدمة، احتياج للماء أيضا في ظل وجود السيول، كان هنالك انجراف كثير من الألغام، يعني كان هنالك أيضا عدد من الضحايا يعني واجهوا كثير من المخاطر، أيضا مع موجة الغبار والرياح واجهوها هؤلاء النازحين، الآن يواجهون البرد القارس داخل المخيمات النزوح، ولكن طيب. ربما يعني فاتت تدخلات بسيطة جدا. طيب أستاذة زعفران، يعني بالنسبة للعمل الإغاثي من تلبية احتياجات الغذاء والدواء، كيف ترونها؟ هل تلبي حاجاتهم في هذه الفترة الصعبة خاصة في ظل هذا البرد القارس؟ أنا أرى أنها لا تلبي الاحتياجات، خصوصا في الأشهر الأخيرة كان هنالك انقطاع على كثير من الأسر، يعني ربما كانت تغطى حتى في فترات سابقة، ولكن هنالك بعض المربعات يعني في المخيمات، لأنه يوجد لدينا تقريبا أكثر من 163 مربع أو قطاع داخل محافظة مأرب، هنالك بعض القطاعات أصلا لم تصلها هذه المعونات منذ شهور، سواء كانت المعونات الغذائية، فهنالك يعني مستوى معيشي متدني جدا. يعني طيب أستاذة زعفران، الحلول برأيك؟ يجب أن تكثف الجهود، يجب أن يكون هنالك تعاون مع الدونرز الداعمين الأساسيين مع المجتمع المحلي، يعني بعيدا عن المنظمات الدولية، لأنه أصلا المجتمع المحلي في النهاية هو المنفذ، أما المنظمات الدولية التي للأسف أيضا تقتطع 40% من هذه المساعدات كأجور وكنسبة لها يعني لإدارة التمويلات، يعني وفي المقابل يعني لا تصل أصلا لهذه المحافظات التي يوجد فيها نزوح.
مثلا الأمم المتحدة خصوصا الـ WFP المعني بالغذاء يعني والسلالات الغذائية يوزع في المناطق التي تحت سيطرة الميليشيات الحوثية، مع أن النزوح الحقيقي موجود في المناطق المحررة. يعني المواطنين أصلا ينزحون من الميليشيات الحوثية إلى المناطق المحررة رغم وجود أصلا صعوبات ورغم وجود انعدام كثير من سبل العيش، ولكنهم يحتاجون للأمان، يحتاجون للدولة، يحتاجون أن يعودوا أصلا إلى المناطق التي سيحكمها أصلا النظام والقانون، ولا يريدون أن يبقوا يعني كعبيد عند الميليشيات الحوثية. أنا أعتذر عن المقاطعة وذلك لضيق الوقت. كنت معنا أستاذة زعفران زايد من الرياض، عضو الهيئة الاستشارية بوزارة حقوق الإنسان. شكرا جزيلا لك.